كنشكر سابقا 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 قادر سبيطي على الاستضافه ديالكم. اللي تعرفوا اليوم مدينه العرائش كتشهد الافتتاح ديال فعاليه مهرجان العرائش الدولي للثقافه والتراث تحت شعار العرائش مورود ثقافي وتطلع بيئي. كما كتعرفوا اليوم الافتتاح كان عباره عن كرنفال اللي غيشوف جوج شوارع مدينه العرائش، وكما كتعرفوا انه متنوع وكيمثل ديك الشعار اللي حاولنا نرصدوا هذه السنه هذه، كيتمثل في الاهتمام بالبيئه ومحاوله وضع بعض التوصيات كتخص مجال البيئه لمدينه العرائش، باش فعاليه المجتمع المدني كلها تحاول تخدم عليها وتبلورها وتحاول تنوض بهذه المدينه هذه ولو القليل في المجال البيئي. نعم، عملت على استمراريه بمشاركه مجموعه الفرق اللي شاركوا العام اللي فات، سواء الفرق النحاسيه والفرق الرياضيه بالاضافه الى الفرق الفولكلوريه. ما كتعرفوا بالاضافه الى السنه لاحظنا جهه مشاركه بالاضافه الى الاقليم، يعني مشاركه القسم الكبير حاضره. طبعا كيف ما كتعرفوا ان جمعيه ابصام التفاوي من نهار بدات كتاسس كدير مهرجان داخل مدينه العرائش كتعرف هذا الكرنفال هذا، وهذا الكرنفال هذا كيشهد مجموعه من الفرق الفولكلوريه كنحاولوا نهتموا ما هو مثلا داخل يعني محلي واقليمي وجهوي حتى وطني. هذا العام هذا كما كتعرفوا السيد على العام اللي فات 15 فرقه، كما كتعرفوا هذا العام هذا عندنا 50 فرقه فولكلوريه كتشارك في الكرنفال، بمعنى ما يناهز 400 شخص كيشارك، وبالتالي وهذا الشيء هذا كامل ما مهتمش غير في مدينه العرائش او جبنا غير مدينه العرائش، بل جبنا حتى من مدينه القصر الكبير، جاو من ناس مرغه، جاو من طنجه، جاو من تطوان، يعني من جهود الاقل حتى بعض الاخوان جاو من الصحراء. بالنسبه لهذه السنه كذلك فرق ديال الشهب الناريه. هاد الشهب هذيك ما كتعرفش العام اللي فات كان مسلي، هذا العام ما عرفناش من واش العام اللي فات. العام اللي فات كانت تجربه اولى ان الكرنفال يخرجوا فيه شهب اصطناعيه، يعني هما كما شفتوا انهم كيشعلوا العافيه، كان اقبال وكان استحسان من طرف ساكنه مدينه العرائش، وبالتالي حنا فكرنا علاش ما نعاودوش هذه التجربه هذه ونستقطبوا ناس اخرين. العام اللي فات كنا قلت كانوا نسلا، هذا العام هذو كانوا تا هما من الرباط، يعني نفس الاشخاص تقريبا، يعني كانت علاقه بيناتهم مؤسسه واحده، وهذوك الشباب سهل عليهم الله في مجال اخر. بالاضافه الى ذلك هناك اشخاص ما كيبانوش اللي يكونوا عندهم واحد الدور كبير شاركوا في المهرجان، سواء من خلال اللوحه اللي جسدت ديك التطلع البيئي. شنو يمكن نقول على المساله ديال المشاركه ديال ما كتعرفوا جمعيه عبد الصمد التنفاوي وراءها جنود خفاء عظماء، وسأسطر على هذه الجمله ان هناك جنود خفاء عظماء يعملون سرا، يعني ورغبه منهم عدم الظهور لا امام الصحافه ولا امام سكنه مدينه العرائش، ذلك راجع لرغبتهم وحبهم لمدينه العرائش، هذا هو السبب الرئيسي لوجود هذه الجنود هذو.